ومعنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للابحاث ودراسات السيد حسن القطب، مرحبا بك. اذا صحيفه فاينانشال تايمز ذكرت ان حزب الله اللبناني يواجه ضائقه ماليه بسبب العقوبات، هل ترى ان هذه العقوبات الامريكيه بدات تؤثر في اذرع ايران؟ بدأنا في لبنان نلحظ تأثير هذه العقوبات على حزب الله من خلال الضائقة المالية التي بدأ يشعر بها أتباع حزب الله وعناصره والمتفرغين في ملكات وظائفه وفي مؤسساته، كما بدأ ينعكس هذا الواقع سلبا على بيئته الحاضنة التي بدأت تشعر أن هناك عجزا ماليا يتضاعف ويتفاقم في ساحتها، انعكس سلبا على المؤسسات التجارية وعلى القدرة الشرائية للمواطنين المؤيدين لحزب الله ولمشروعه. أيضا انعكس هذا سلبا على العائلات التي تعتمد على دعم حزب الله لها، وخاصة عائلات قتلى حزب الله في سوريا وما قبل المعارك في سوريا. هذا الواقع الاجتماعي بدأ ينعكس سلبا بشكل واضح، من ضعف للحركة التجارية، من حاجة الناس للبحث عن عمل، من طلب للهجرة لدى بعض المواطنين الذين كانوا سابقا يعتاشون من المال الإيراني ومن المساعدات التي يقدمها حزب الله، وبالتالي حتى نشاطات حزب الله في المنطقة بدأت تتضاءل في لبنان في مختلف المناطق. كذلك بدأ مؤيدو حزب الله في البيئات الأخرى، بالبيئة الإسلامية السنية، في البيئة المسيحية، تخفيف نشاطاتهم نتيجة قلة الدعم الإيراني الذي كان يقدمه حزب الله، الآن يتناقص مما أدى إلى تناقص نشاطهم وحركتهم الإعلامية وكذلك نشاطاتهم الاجتماعية التي كانت تقام، وانعكس بشكل واضح هذا وجلي خلال شهر رمضان، حيث تضاءلت المآدب الرمضانية وسهرات السحور وغيرها. هذا يؤكد تماما أن الوضع المالي لحزب الله ليس كما كان في السابق، وربما القادم أشد. يعني الأنباء تتحدث مثلا عن أن البرلمان الألماني يستعد لمناقشة حظر ميليشيا حزب الله بالكامل. ما تداعيات قطع أذرع إيران في المنطقة برأيك عموما وخصوصا حزب الله؟ ألمانيا تلعب دور الوسيط بين حزب الله وبين إسرائيل منذ أكثر من عقدين من الزمن، منذ ثلاثة عقود. لذلك ما عرفناه اليوم أن البرلمان الألماني رفض تصنيف حزب الله بكامله على أنه منظمة إرهابية، واكتفى بتصنيف الجهاز العسكري لحزب الله. الألمان يلعبون دورا في دور وساطة باستمرار، كما هم ناشطون على الساحة اللبنانية من خلال دعمهم لبعض المؤسسات التابعة لحزب الله أو المتعاونة مع حزب الله تحت مسمى الحوار الإسلامي الإسلامي والحوار الإسلامي المسيحي. هناك منظمة بيرغوف الألمانية تنشط في على الساحة اللبنانية وتقيم علاقات وثيقة مع قيادات في حزب الله وبعض المقربين من حزب الله. لذلك لا أظن أن ألمانيا سوف تتخذ هذا الموقف، وأظن موقف البرلمان الألماني اليوم كان واضحا في هذا الاتجاه. يعني ناقش هذه القضية ورفض تصنيف الميليشيا بمجملها على أنها إرهابية وقطع العلاقات، رفض ذلك؟ نعم، هذا ما سمعناه أو هذا ما قرأناه، وبالتالي حافظ على تصنيف الميليشيات المسلحة على أنها إرهابية، لكنه رفض تصنيف كامل قيادات حزب الله على أنها إرهابية. إذن هذه معلومة خبريا تفيدنا. نعم، ولكن هذا في المقابل ما سمعناه اليوم وقرأنا. نعم. نعم، في المقابل أستاذ حسن، موقع فورين بوليسي في تقرير لها ذكر أن حزب الله لم يعني يعد الجماعة المفضلة لدى إيران، وأن يعني الأولوية قد تكون للحوثيين ما تعول عليه إيران الآن، وبعضهم يرى أن بل الأقرب الميليشيا الحشد بموجب القرب الجغرافي لإيران وفي العراق. كيف ترى هذه الأخبار؟ إذا سمحت لي أود أن أوضح بعض هذه النقطة يلزمها توضيح كثير. تفضل. إيران تتصرف كما تصرف الاتحاد السوفيتي السابق، أحاطت نفسها بمؤيدين وأتباع لحماية مشروعها في الداخل ومن ثم للانتقاد إلى الخارج. فإيران أسست حزب الله عام 1982 كما أسست الحوثيين بعد هذه الفترة في مطلع الثمانينات، كذلك قامت بتأسيس الحشد الشعبي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، كذلك قامت بتأسيس لواء الفاطميون الأفغاني. إيران تعتبر أن هذه الميليشيات التي تحيط بها في الدول العربية وغير العربية مثل أفغانستان إنما تحمي المشروع الإيراني،
ففي حين إيران تقوم بتطوير اقتصادها ومنظومتها المسلحة، العالم العربي يعيش صراعات داخلية وصراعات أهلية وانقسامات مذهبية وطائفية وحتى انقسامات عرقية. فلا أظن أن هناك أولوية لفريق على فريق أو لميليشيا على ميليشيا. كل ميليشيا من هذه الميليشيات أو من هذه الأدوات إنما تقوم بدور مميز لصالح النظام الإيراني. حزب الله في لبنان مهمته إزعاج إسرائيل وإثارة القلق لدى الكيان الصهيوني والتهديد والتلويح بأن أي عدوان على طهران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل سيواجه برد فوري من قبل حزب الله على الكيان الصهيوني. ولكن هناك من يرى الحوثيون مهمتهم نعم الحوثيون تفضل مهمتهم التهديد بإغلاق باب المندب وإعاقة الملاحة في البحر الأحمر، مما ينعكس سلبا على قناة السويس وعلى المملكة العربية السعودية والأردن ودول البحر الأحمر المطلة على البحر الأحمر. الحشد الشعبي يعتبر خط الدفاع الأول عن إيران كونه في العراق الملاصق لدولة إيران، والأمريكيون موجودون في العراق، فلذلك أي صراع إيراني أمريكي في المستقبل سوف يأخذ بعض مظاهره على الساحة العراقية، وهذا دور الحشد الشعبي في العراق أن يكون مساعدا ومؤيدا لإيران. وأيضا لم يتأخر بعض قادة الحشد الشعبي في الإعلان صراحة عن أنهم جزء من المنظومة الإيرانية وأنهم جزء من الصراع الإيراني مع الولايات المتحدة، وهددوا باتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة. كل إذن له كل دوره. ميليشيا من هذه الميليشيات لها دور، لها دور ولها أهداف محددة تمارسها حين الطلب من القيادة الإيرانية. أخيرا لو سمحت باختصار، هناك من يرى أن تخفيف إيران من دعمها لحزب الله على ضوء هذه الأخبار يأتي في إطار تخفيف الضغط عليها لإرضاء الكيان الصهيوني ثم رفع العقوبات، إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ إيران سوف تقوم بتلبية بعض الشروط الأمريكية لأنها لا تستطيع تدرك أنها لا تستطيع مواجهة القيادة العسكرية الأمريكية، كما أنها أيضا لا تملك حلفاء. روسيا وعلى لسان بوتين قال أنه لا يعمل إطفائي عند أحد، وبالتالي على إيران أن تعيد دراسة مواقفها. وأول خطوة اتخذتها إيران تؤشر على بداية التراجع الإيراني هو تبليغ لبنان بالإفراج أو بقرب الإفراج عن نزار زكا المواطن اللبناني الذي يحمل الكرت الأخضر الأمريكي، بالإفراج عنه قريبا. وتم تبرير هذا بأن طلبا من الرئيس اللبناني ميشيل عون، أو تم تقديم يعني استرحام، وبالتالي إيران سوف تستجيب. منذ سنوات وإيران ترفض الإفراج عنه على أنه مواطن أمريكي، الآن سيتم الإفراج عنه لكن تحت مسمى تلبية طلب لبنان. أمريكا اشترطت من ضمن النقاط 12 التي قدمتها الاثني عشر الإفراج عن كافة المعتقلين الأمريكيين على الساحة الإيرانية. إذا بدأت إيران تعيد حساباتها وتحاول تلبية المطالب الأمريكية. التخفيف الدعم عن حزب الله، الآن حزب الله ليس أولوية من حيث النشاط العسكري، لأن نشاط حزب الله الآن ليس بمستوى مرتفع قياسا على دور الحوثي في اليمن الذي يواجه معركة شرسة وطاحنة. فبالتالي الدعم الإيراني للحوثي يبقى أولوية على دعم حزب الله الذي عليه أن يجد موارد مالية أخرى غير الموارد الإيرانية لتغطية مصاريفه ونفقاته. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات عبر سكايب من مدينة صيدا، مدير مركز اللبناني للأبحاث والاستشارة سيد حسان القطب.